هذه شلالات إيغوازو، أحد عجائب الدنيا السبع الطبيعية الحديثة، عبارة عن مئات الشلالات الضخمة اللي تصب في نهر إيغوازو هذا في الوسط اللي يفصل بين البرازيل والأرجنتين. عبارة عن مئات الشلالات، سبحان الله، يعني ما شفت في حياتي شيء بالعظمة والجلالة هذه، سبحان الله اللي خلقها. شوفوا حتى الرذاذ يخلي الجو كأنه في واحد قاعد يتروش، يعني كأنه في مطر شديد هنا جداً.